أنا علي وده، عضو المجلس الملكي الاستشاري الأول 1981، أستاذ متقاعد، أستاذ سيونس ناتوريل العلوم الطبيعية، في تخرج 1978. في الحقيقة لين نرجعوا شوي قبل من الزيارة، قبل من الزيارة في سنة بالضبط جويلية 1986، كان مشات مجموعة نقولوا وفد من سكان هذه المنطقة ديك الساعة مازال دائرة آسا، مشينا للرباط، مشينا تقريبا 120 واحد، ومشينا على أساس على أنه بغينا نشوفوا سيدنا مطالب على رأسها إقليم، طلب إنشاء إقليم آسا الزهق. تسمح لي ديك الساعة زمن الحرب ولا وفد؟ لا، قبل 86، بعد 86، ديك الساعة كانت تسوى الخط الدفاعي لسنتور تبنات، كانت الأمور هادئة، كل شيء، دار الخط، كمل الخط الدفاع، ما بقاش، كانت الأمور هادئة ديك الساعة، صافي بدات تنمية. هو في الحقيقة لأن المنطقة دابا إقليم آسا الزهق، راه نص الإقليم من الأراضي المسترجعة من 75. نص الإقليم، ورغم ذلك المنطقة ما استفدت من الامتياز. احنا ما نهضروش سياسيا، القبيلة معروفة وهذا هي النقطة المهمة بمغربيتها وبولائها للعرش. والغريب على أن واحد من هذوك الفرنسيين اللي كان هنا في آسا، في واحد المذكرة ديالو قال على أن 1934، قال على أنه في حالة نشوب نزاع في الصحراء ستلعب قبائل توسا دورا مهما. 1934، وطبعا هي منين الأحداث من وراء ذاك، اسمح لي واخا نرجع شوية هذا. منين نرجع للغرب، وما تعرف عندهم دراسات واستراتيجيات على المدى البعيد، وذاك هو اللي جعلهم المستعبر الإسباني والفرنسي تفقوا على عملية إيكوفيون ضد جيش التحرير، اللي كان فيها مجموعة واللي مشاو لا تقل، واللي كانوا فيها مجموعة من أبناء قبائل توسا. وفهم منين خرج المستعمر، وطبعا راهما هما واحد، منين خرج المستعمر الفرنسي، المستعمر الأسباني شنو كان الهدف؟ خلصوا يخلق واحد الهوام بين القبائل، وخلصوا وخاصة القبائل الكبرى الثنتين في الصحراء اللي هي الرقيبات ويتوسا، وخلقوا بينهم بعض المشادات في هذا. ومن بعد الاستعمار الإسباني ولا يخرجوا جميع أبناء القبيلة من، ونعطيك مثال بسيط، الإحصاء الأول الإسباني اللي كان في الصحراء 1934، أكبر القبائل المتواجدة، هما راه هما يتناقضوا مع رسهم، أكبر القبائل المتواجدة في الصحراء هي يتوسا، عدد الخيام، عدد راه كاين منشور، يمكن لك تبحث وتلقى. ألوغ في الإحصاء ديال 74 يتوسا ما تلات كاين، أقليات، ولكن هذا باين ديال يتوسا كانت عايشتو، يكفيك حتى باش يدخلوا الصحراء للرعي كانوا طردوهم. يعني هذه كان واحد العدد ديال المعطيات اللي جعل القبيله من بعد من اللي كان الحزام واستقرت الامور فهذا، على انها تمشي تطالب باقليم يعني يجعلها على الاقل في مستوى، ولا تستافد من اللي استافدوا به الاقاليم المجاوره وهذا هو، ولكن في نطاق وطني خالص. يعني كيف تم اختيار هذوك الرجال اللي مشاو للوفد؟ فيهم منتخبين، كل المنتخبين، انا ديك الساعه كنت النائب الاول رئيس الجماعه هون، وكل المنتخبين والاعيان 120 واحد. ديك الساعه كان جماعتين، جماعه آسا وجماعه الزهق، وتابعين لاقليم قلمي. ولكن يعني مشينا باساس، مشينا استقبل المطلب الرئيسي هو احداث اقليم، ولكن في نفس الوقت في هذيك الفتره درنا لقاءات مع عدد من الوزارات على المطالب وعلى هذا. علاش كنتو كطلبوا الاقليم؟ شنو السبب؟ لان الاقليم هو اللي يمكن له، وراه الملك الله يرحمه سجلت الملك الحسن الثاني الله يرحمه، من اللي جا مطالبكم كثيره
ولهذا قررنا إحداث إقليم آسا الزاك. استقبلنا واحد الفترة واستقبلنا دريس البصري وزير الداخلية، استقبلنا أعطينا المطالب وقال عرفتنا وغادي توصل لسيدنا، المطالب ديالكم غادي توصل لسيدنا. صافي فطينا جينا في حالنا، جينا في حالنا ايوا حتى بقينا واحد المدة ايوا الظروف يعني. بدات الحقيقة، بدات المشاكل الاجتماعية، بدات الوقفات، بدات فهذا، بدات هذا الماس تعرف الوقت، بداو هذا الدراري يتخرجوا من المدارس، ياخذوا الاجازات، ياخذوا فهذا، بداو عدد من الجنود يتقاعدوا ويجلسوا، بدا المشكل الاجتماعي. المشكل الاجتماعي علاش هنا فاسه؟ لانه كاين المتقاعدون، ابناء المتقاعدين اللي كيمثلوا نقول لك على الاقل 80%. متقاعد عنده واحد عنده الدكتوراه عاطل، جوج ولا ثلاثه عندهم الاجازه، واحد ما عنده والو، حتى تعلن على الزياره. تعلن على الزياره، بدينا التهيئات طبعا. ونقول لك نقطة مهمة، عرفت الأمن في ذيك الزيارة، أنا كنت من الناس الناس اللي مشرفين على الزيارة، على الترتيبات وعلى الزيارة، الآن حتى الأمن، لان كاينه النقط اللي هي حساسه ملي كيكثروا القوات وكذا كيبداو. قلنا لهم حنا الامن، حنا نتكلفوا بالامن. كيف حنا نتكلفوا بامن امننا هيك انت تعرف. واش كانت هذيك اول زياره؟ اول زياره لهنا كانت هذه، اول زياره كانت راه كانت يوم 18 وعقب تاجلت، كانت الظروف الجو كانت في هذا وتاجلت ليوم 19، وحنا بغينا هاني تتاجل ليوم 19 لانه تعرف يوم 20 هو ديك ديال باش تكون فهمت. هذا هو وكانت يوم 18 وجات يوم 19. غريب راه طبعا الامن كاين، ولكن الناس وفهذا حنا امننا فهذا، درنا ناسنا، وكانوا غير ناسنا، كانوا غير ناس القبيله. والناس طبعا كاين ناس اخرين، كاين رقيبات معنا في الزاك واحد المجموعه، كاين قبائل اخرى، ولكن كاين تركز، كاين قبائل اخرى، ولكن الاغلبيه يعني 80 ولا 90% وهالشيء ما كان. واش الحسن الثاني الله يرحمه خافي هالشيء؟ راه ما توجهش، قال قافل سيتوسا، راه عارف شنو، ما خافيه شيء، هذا عارف المكون الاساسي ان شاء الله. هذه مساله مفروغ من هذا، هو اللي جعل وعارف على انف هذا. ذاك علاش انشا الاقليم وقال على انه هذه المتطلبات كلها غادي نختار انسان في المستوى اللي يجي. شوف حنا نقولوا دائما على الحسن الثاني الله يرحمه، معاه شيء، معاه ولايه، والله يعني كان واحد الاستقبال عفوي من الجميع، كان واحد الفرح يعني يمكن ترجع تقلب على الارشيف ديال الزياره كيف كان، كيف فهذا، وحتى هو كيفاش، غير الصوره ديالو اللي في المخلده راه معبره عنها. ودخل لسا نهار 19 دخل في الصباح، كان استقبال رسمي. دخل هاي الدار هي فاش هذه المقابله معاك هنا هي اللي كان متهيئه. دخل استراحه شويه، خرج دار مجمع ولي العهد، والله هاك مجمع ولي العهد، وقيل حتى الحكومه راه قليل اللي ما جمع، كان الكل دخل. يعني من بعد شنو الاجراء اللي كانوا دخل جاء استرح شوي، خرج دار الخطاب، كان دار الخطاب، كانت الخطاب كان كمل العرس. ذكرنا بالخطاب، الخطوط العريضه في خطاب شنو؟ هو الخطاب الخط العريض فيه نقطتين. النقطه الاولى هو التوجه مباشره الخطاب قبيلة تيتوسا، سماها بالاسم. علاش؟ لأن قبيلة تيتوسا قبيلة مغربية أولا، وطنية، تعيش بالنخوة، تعيش بالمعنى. كبرها وهالشي ما كانش خافيه،
كانش خافي، كانش خافي، كان طبعا ستان الله رحمه كان كانش حاجة ما كان خافي هذا. يعني هذا الجانب هو اللي أصل غير هذاك التوجه مباشرة، هذه كل شيء المسائل كأنها كانت بردا وسلاما. في خطاب كنتم قاعدين قدامه ولكن غير مسجل؟ لا لا مباشر. كنتم والله لا كل شيء حتى حتى الناس، حتى الناس هاي الساحة كانت كاملة، ما كانش كان في الساحة، كان في الساحة، كان في الساحة وكانت الناس كاملة. يا كانت كان لي باريير وكان طبعا كان هالصورة اللي كنشوفوا الآن. في الساحة هاي الصورة اللي كانت في هذا. وثانيا نقطة ثانية في الخطاب على أنه طلعت لمطالبكم بحالك كثيرة 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 جدا، ولكن مقامكم عندي كثير وكبير، ولهذا قررت إنشاء إقليم أسزاك واختيار الرجل اللي غادي في المستوى اللي غادي يقوم. وطبعا هذه النقط المهمة في المهمة في الخطاب. يعني كان الحلم بعد 5 سنوات يعني من 86 ل 91 تحقق الحلم طبعا. ما الله من 86 يعني او اخر 86. يعني كيف تصورتوا ديك اللحظه من اللي فعلا جاء الملك شخصيا، خطاب تسميه القبيله واعلان الاقليم؟ كيف يعني هذيك راني قلت لك هذيك هي النقطه اللي هي محات هذيك الشعور كامل اللي كان بعدم الإنصاف داخل المنطقة، بعدم من وجود الكثير من المشاكل، ذيك الإحساس على أن راه القبيلة قدمت أكبر عدد من الشهداء على مستوى المنطقة وهي أقل استفادة على مستوى المنطقة. هذاك الجانب اللي هو الزيارة والخطاب المباشر واللي في هذا، ذاك هو اللي جعلوا هذاك الشعور كامل اللي كان قبل من خلال من ديك 5 سنوات والله في هذا بردا وسلام. يعني قال بأنه غيعين الرجل المناسب. شكون كان أول عامل؟ كان أول عامل ميمون فرحاني. ميمون فرحاني وفي الحقيقة إنسان ما شاء الله، إنسان تكون، إنسان صاحب ملفات، صاحب واجتهد. وراه الأغلبية من المشاريع اللي كانت في الإقليم وفي هذا كانت في هذاك العام ولا عام، هو ما تعطلش مع الأسف، ولكن كانت هذيك الفترة كلها ملفات ودراسات وكذا. يكفيك على العملة اللي كاينة الآن هذه اللي شفتها. وهو أنا كنت معه واحد النهار وكنا مشينا نشوفه، كانت العملة في هذه البلاصة اللي فيها الجندارمية اللي كانت مقر العمالة، هو بدا يبني تما. ما كانش كيبني العماله، ما بناش العماله. التصميم اللي دار قال نديروه قصر مؤتمرات، قصر مؤتمرات، وغادي نطلبوا من وزير الداخليه باش الاجتماعات اللي غادي تكون مره يجيبنا واحد الاجتماع ولا جوج على مستوى الجهه وعلى مستوى هذا باش يكون عندنا. قال لي بحال هاك اي واحد جا غادي يدعي على الاقل قرعه ديال الماء. إما قال بالنسبة للعمالة احنا هنا كافينا، هاد المكاتب كافينا، احنا خدامين يدي بيروقا فين ما كانوا. الدار كان في هاد الدار، هذه هي كافية. إجانا شي ضيف راه بحالنا بحالو. من كان الأصل هو يعني؟ والله لا قال لي ولكن نسيت، ما عرفت أصلا. يعني أول ملفات اللي اشتغل عليه الملفات الاجتماعية بالأساس؟ أولا بدأ بالتوظيف. بدأ بالتوظيف. وفي الحقيقة كانت فيه خروقات. ده التوظيف اللي لو كان التوظيف مشى واحد، خصنا نقول له حقيقة، دخلوه من هاك ومن هاك وفي هذا، استافدوا بعض أولاد البلاد، ولكن من اللي دخلتوا مع الأسف وماشي من العامل ما حصل. رجعنا للزيارة الملكية، كم دامت هنا في نهار نفس نهار نهار يا استراح دار الخطاب. طبعا تلقى معكم حسنتنا الله يرحمه مع الاعيان، شنو الاحاديث اللي كانت كتكلم معكم؟ لا هنا ما تلقاش معنا، هنا من بعد السمو كنا كانت الهديه وكان سلمنا عليه هنا في هذيك الساحه قبل من اللي كان خارج. من بعد ما
تغدات الناس ومن بعد. إلا بغينا نتكلموا على الرجال اللي كانوا معاك والنساء اللي كانوا معاك من باب التكريم، شكون هما اللي كانوا في الأسماء؟ من هم من قضى نحبه ومن هم من والله والله كان كان رئيس الدائرة الله يرحمه سبع البشير، كان القائد الله يرحمه سليمة ويسي، كان رئيس الدائرة الله يرحمه واخا كان مشى ورجع هنا فضيلي، كان الحاج حمدي ويسي رئيس المجلس، كان يعيش طيب في هذا، كان كاينين مجموعة من رجال الخفاء في الإدارات كاملة اللي جات، كان الحاج عمر الله يرحمه كوداد عامل إقليم قلميم اللي حتى هو ما شاء الله يعني بالصطف كامل ديال العمالة، كانت حتى تسكنة، حتى كانت تسكنة كاملة كانت عندها غيرة على هذيك الزيارة، يكفيك على أن حتى الهدية اللي تقدمت لهنا كانت باسم تسكنة. شنو طبيعة الهدية اللي تقدمها؟ الجمل الصحراء دائما نقدموا البل، وكان قدمها أحمد سالك الله يرحمه، وكان اقتراح من وزير الداخلية درس البصري الله يرحمه، وكان تسمح لها، حنا كنا غادي نقدموه قال درس البصري من هذا، ولأن هذه راه منطقة ديال تسكنة وفي هذا وحسن تكون في هذا. وكان حتى الكلمة ديال الحسن سيدي الله يرحمه وصل آباء الأبناء ديالهم. طبعا هذيك طبعا. شنو وصلهم؟ لأن التربية. التربية هي كل شيء، التربية على الوطنية والتربية على الإخلاص والتربية على إيوا. بالنسبة للعلايات شكون الأسماء اللي كانت ديك الساعة؟ لا هذيك الساعة العلايات لا مازالوا ديك الساعة عليات والرجالة رجالة. دابا من بعد الساعة اللي واحد لا تمشي بينا للمسائل لا 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 قلت لك بالنسبة هذه دابا 22 سنة شنو الأفق؟ كيفاش كتشوف 22 سنة من ترسيم من عمالة الإقليم؟ واش نجحنا ما نجحناش؟ الإخفاقات النجاحات شنو خاص؟ واش حق فعلا أنه العمالة رجعت الإقليم صدرت المدن أم أنها عمامة؟ في الحقيقة باش نقولوا ما كاين والو نكذبوا، كانت ميزانيات هائلة، الدولة صبت الميزانيات ما شاء الله، اللي المسؤولين كاملين اللي جاوا كل واحد يحاول يشتغل يحاولوا وكاين يعني لجينا البنية التحتية مثلا من الطرق من الإنارة من الماء من الهاتف النقال والثابت من يعني تمثيلية الإدارات ولو بعض منها ما هو بذاك المستوى اللي فيه يعني كل شيء كل شيء كل شيء كاين، لكن المشكل الكبير المطروح في المنطقة واللي مرة كيكون تكون بعض الحلول اللي هي ولكن وهو المشكل الاجتماعي اللي صرت لك ليه واللي هو الآن مطروح وباقي مطروح، وهو المشكل الاجتماعي، ما كاين معامل، ما كاين كليات، ما كاين معاهد، ما كاين هذا، واللي هو دائما من البداية الآن مازالت مطالب واللي هي نتمنى تتحقق. المشكل الاجتماعي هو اللي مازال قائم، والمشكل الاجتماعي هو اللي كيف قلت لك المنطقة منطقة كلها 80% متقاعدين وأبناء متقاعدين ديال الجيش، ولكن رغم ذلك سعلي وأنه الأبناء ديال الإقليم يعني يتقلدون أسماء مناصب في البلاد يعني طبعا بجهدهم وبجدهم طبعا. لا الحمد لله ونفتخروا عندنا أولادنا دابا في واخذين مناصب عالية في الدولة، عندنا مدير أكاديمية العيون من القبيلة، عندنا السي محمد سالم الشرقاوي في لجنة القدس، فهو الآن اللي القائم بإدارة، عندنا محمد صالح الحمد لله اللي نفتخروا بهم الأطر ديالنا المهمة اللي في إدارة السجون واللي ماشي غير في إدارة السجون اللي في خير من ذاك، عندنا أساتذة جامعيين العدد، عندنا الأطر في الأبناك، عندنا ولكن يبقى هون آساء المشكل الاجتماعي القائم هون، هذا الساكنة اللي في آسة المشكل الاجتماعي هو المشكل الكبير المشكل الاجتماعي واللي حلوله لا بد لها، يعني راه العام الحالي قائم على عدة ملفات
ومن ضمنها هذه ملفات ديال الفلاحه اللي يمكن لانه الغريب على انها هسه ما استفدت شيء من المغرب الاخضر من هذوك لي بارسيل ديال الخمسه الهكتارات اللي تعطاو تجهزوا، وهي الان اللي خدامين عليها مع السيد العامل باش اذا كانت هذه بعد اذا كانت تجهز خمس هكتارات وتنعطى لهذا غادي يفك واحد المجموعه للخدامين على عدد ديال المعاهد، واحد ثلاثه ديال المعاهد ولا في هذا اللي واحد كاع في طير الانجاز والثانيين مخدامين عليهم الوقت اللي كان في هذا، يعني غادي تحل واحد الجانب. هذا الشركات حتى هي اللي بدات ان شاء الله في هذا غادي تحل واحد الجانب، يعني احنا في الطريق ان شاء الله نتمنين خير في هذا الجانب الاجتماعي، رغم نقول لك بكل صدق على ان الناس دابا ما له واخا راه كاين الا ما كاين شي حاجه هذيك هي في الانجاز ما يقول لك هذا الشيء ما سي علي. ود شكرا جزيلا. شكرا، بارك الله فيك.